بر الوالدين والقيام بحقوق الوالدين والإحسان إلى الوالدين مطلب عظيم من مطالب الشريعة، وهو من الدلائل أن هذا الدين العظيم المبارك دين الوفاء، دين الوفاء. كثير من كبار السن من الكفار أسلموا لما رأوا البر في بعض أبناء المسلمين وعرفوا أن هذا الدين دين الوفاء. فالحق لا يضيع في الإسلام، وهذه الوالدة التي عانت ما عانت مع ولدها حملا ورضاعا وسهرا وتربية إلى غير ذلك من صنائع المعروف وجمائل الإحسان، حقها لا يضيع. الشريعة جاءت بحفظ حقها ورعايته والوصية به، وأن الأم حقها مقدم والبر بها مقدم على البر بكل إنسان. ولما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فذكر الأم ثلاث مرات. قال بعض أهل العلم: هذا فيه إشارة إلى أمور كبار كانت من الأم ما حصلت لا من الأب ولا من غيره، الحمل وشدته والوضع وشدته والرضاعة وشدتها. فكرر الوصية بالأم، قال: من أحق الناس بحسن صحابتك؟ الإمام البخاري رحمه الله لما ألف كتابه الأدب المفرد، وكتاب بسط فيه أخلاق الشريعة وآداب الإسلام بسطا وافيا، ساق فيه الأحاديث والدلائل والآثار، أول باب بدأه في كتابه الأدب المفرد باب بر الوالدين، وأول حديث أورده حديث: من أحق الناس بحسن صحابتي. وكأنه رحمه الله يبين أن هذه الآداب الواسعة التي جاءت بها الشريعة أحق الناس بها الأبوين وأولى الناس بها الأبوين. ومن الناس من يستطيع أن يتجمل بعدد من الأخلاق بين زملائه وبين رفقائه وبين أصحابه، وإذا جاء عند والدته افتقدها، افتقد تلك الأخلاق. تجد مع بعض زملائه إذا أراد أن يتحدث معه قدم بمقدمات: من فضلك يا أخي الكريم، تكرما، تتفضل علينا، يعني يضع مقدمات يقدره فيها، يحترمه فيها، يظهر احترامه فيها، تودده، لكن مع أمه مباشرة مباشرة بدون مقدمات. وبعضهم يتعامل مع والدته كأنه يتعامل مع عامل عندها وخادم، ويغضب ويرفع الصوت وينهر ويزجر وإلى آخره. فالشريعة الإسلامية جاءت بحفظ هذا الحق ورعايته رعاية عظيمة، ولهذا آيات كثيرة جدا في القرآن تأمر ببر الوالدين، ببر الوالدين والإحسان للوالدين، وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا. ما هذا الإحسان الذي أقدمه لوالدي؟ كل إحسان. طلب الإحسان ولم يقيد بباب معين، قولي أو فعلي أو غير ذلك، ليشمل كل إحسان. كل ما يستطيع الإنسان أن يقدمه لوالديه من إحسان فهو مطلوب منه شرعا ومأمور به شرعا، وبالوالدين إحسانا. والآيات في هذا كثيرة جدا في الحث على بر الوالدين. يعين على البر
أمور عديدة، لكن في تقديري أهمها أمران، أهمها أمران. الأول تذكر الجميل السابق، الأول تذكر الجميل السابق، دائما يذكر الإنسان نفسه بجميل والديه السابق، ويستحضر أنواع الإحسان وأنواع البر. يعني بعض الأبناء إذا طلب مثلا شيء، إذا طلب شيئا من والديه ولم يوفر له، كل الإحسان الذي قدم له ينسى، كله ينسى، ويبدأ يسيء وتسوء معاملة لوالديه من أجل شيء معين طلبه ولم يوفره له، ربما لمصلحة من مصالحه. فإذا غفل الإنسان عن الجميل السابق، إذا غفل عن جميع الجميل السابق أساء المعاملة. ولهذا من أهم قواعد البر بالوالدين أن يستحضر الإنسان الجميل السابق، تذكر حمل والدته له 9 أشهر ثقل في بطنها، حملته كرها ووضعته كرها، يتذكر الطلق وشدته والمعاناة التي تجدها الأم في الوضع، الرضاع وما يسببه من ضعف ومعاناة وآلام للمرأة في صحتها وبدنها وقوتها. ثم أيضا على مد الأيام إحسان الوالدة إليه، إحسان الوالدة إليه وإحسان الوالد إليه، هذه كلها إذا تذكرها العبد أعانته بإذن الله سبحانه وتعالى على البر. الأمر الثاني أن يتذكر المصير والحساب والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل سيسأله عن هذا الحق، وهو أعظم الحقوق، أعظم حقوق العباد حق الوالدين، وقرنه الله بحقه في آيات كثيرة جدا. فالعبد سيسأل أمام الله يوم القيامة عن كل معاملاته لوالديه، كيف كانت وكيف كان يعاملهم، كيف كان يتعامل معهم، كل هذا سيسأل عنه أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. وهناك أمور كثيرة تعين على البر، لكن هذه من أهمها. وصلة الأرحام، أي ويأمرون بصلة الأرحام، والأرحام من تجمعهم بالعبد قرابة، والصلة تكون للأدنى فالأدنى على قدر استطاعة الإنسان، يصل رحمه بالسلام، بالزيارة، بالهدية، بالتواصل، بتفقد أحوالهم إلى غير ذلك.